هي يعني نادي الاهلي عنده مشكله هجوميه كبيره جدا واضحه واضحه جدا يعني عندي ويبدو ان الراجل غير يعني انا مش هقول غير مقتنع يعني بس مش قادر يستقر على مهاجم من الثلاثه اللي موجودين سواء شادي او شريف او حسام والثلاثه الحقيقه يعني بيظهروا على فترات بعيده يعني ممكن واحد يجيب لك جون كل 3 4 ماتشات ممكن ما يجيبش انا عايز مهاجم يجي للنادي الاهلي اللي ينقذني واللي يخلص المباراه من نص فرصه يعني النهارده في الشوط الاول جايه فرصه لشادي وهو منفرد بالجون سجل الكره جون خلص الماتش بالنسبه لك هو هيفتح والدنيا تفك بالنسبه لك فضاعت الفرصه فصعبت الامور بالنسبة كل ما بتضيع بتصعب فده شغل يعني انا الراجل وصلك للمرمى 20 مره ده شغل مش معقوله ما اجيبش جونين بقى الخاصه ان انت الكره بالنسبه يعني لك مش قنبله عايز تديها واحده وخلاص يعني مش معقوله ما اجيبش جولين ثلاثه من ال 20 غار اللي انا عاملهم يعني حاجه غير طول الاحصائيات يا شباب واحنا بنتكلم اه يعني احصائيات مرعبه بتاعت المباراه يا كابتن يعني لا تعبر على الاطلاق لكن في النهايه ممكن. في النهايه زي ما الكابتن لطيف قال لك الكوره جوان حط الكوره في الشبكه صح. انا الشوط الاول يعني عامل كل حاجه في الكوره وطالع مهزوم يعني صحيح دي كره القدم عشان كده لعيبه النادي الاهلي لازم تفهم ده وتستوعب ده والحقيقه النهارده اللعيبه عملت جهد اكبر بكتير جدا من اللي شفناه في ماتش سموحه كان في اصرار من البدايه وكانوا بيلعبوا من اول 5 دقائق وكانها الدقائق الاخيره فاللعيبه لعبت البدايه كلها يعني شوف ال 15 ركنيات الاحصائيات اهداف 1-1 73% استحواذ اوزي تمريرات صحيحه نسبه 612 239 84% بص 36 عرضيه 3 لا حول الله ركنات 15 واحد بتتكلم وبعدين بتتكلم في ايه زي ما حضرتك بتقول وبعدين بس وبعدين يبقى لازم الاهلي خلاص ما ادوكش حل انك لازم تشوف حلول في لعيبه كواليتي اعلى من اللعيبه اللي عندك لان الاهلي داخل على منافسات قويه جدا داخل على دوري الابطال داخل على كاس العالم للانديه لكن برضه يا كابتن اسلام يعني رغم كل اللي احنا بنقوله ده وكل الاخطاء وعدم رضانا والاخطاء التحكيميه وكل الموضوع لكن الامر ما زال مبكرا جدا عشان الناس ما تصدرش احباط لا 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 لسه بدري ان حد يقول لك الدوري ضاع والدوري ما ضاعش الكلام ده مش موجود يعني لا دوري ضاع ولا دوري راح ولا دوري جه ما زال الامر مبكرا بشكل كبير جدا يعني هيندس على جمهور الاهلي يعني وانت بتقول كده فاكر انت اللي بيروحوا داخلين من الحته دي عشان يدسوها على جمهور الاهلي الدوري ضاع لا طبعا انا بتكلم دلوقتي احنا في الاسبوع العاشر يعني انا ما قطعتش حتى التلت كاملا انا لسه بقى قدامي 24 اسبوع في الدوري تعثرت في بعض النقاط لكن لابد ان الم نفسي واعوض واقاتل واصر على ان انا احقق الهدف وخلي سامي انا كنت وراك جمهور الحقيقه جمهور النادي الاهلي النهارده بعد المباراه قاعد بيشجع الفرقه وطول الماتش واقف على رجليه وحتى اخر ثانيه الناس عندها ثقه كبيره جدا فيك انك هتجيب جون فلابد من الحلول الخارجيه بشكل عاجل وده هيحصل قريبا جدا.